مين على الباب؟ مين اللي على الباب؟ مين البرن؟ مين اللي على الباب؟ شو بده؟ مين على الباب؟ مين البرن؟ ولكم شوفوا مين على الباب؟ الجرس برن يا جماعة. مين على الباب؟ شو بده؟ شوفوا مين على الباب؟ مشان الله شوفوا مين على الباب؟ زلمة ولا مرة؟ من عندنا ولا من اللي مش من الحارة؟ ولكم مين على الباب؟ مين اللي برن؟ حدا يفتح الباب؟ ولكم في باب؟ الباب برن؟ مين على الباب؟ مين اللي برن؟ ولكم مين اللي برن؟ جيت جيت. مين على الباب؟ مين برن؟ مرحبا يا اختي. اهلين يا اخوي. بدي اسالك. تفضل اسال. مين انت؟ مين؟ عم بدي اسالك اذا الشقه فوقيكم بالله للاجار ولا لا؟ يعني والله ما بنعرف يا اخوي، كانت مسكونه وطلعوا الجماعه بجوز صار لها سنه فاضيه. مين على الباب؟ ولكم مين على الباب؟ مشان الله ريحوا يحكوا لي مين على الباب؟ مين اللي برن؟ مش عارف اكمل. ولكم احكوا لي يا جماعه ارحموني. مين اللي برن؟ الجماعة أصحابها للدار ساكنين في أمريكا مش في البلد، بروحوش منعرفش عنها ولا إشي للدار. مين على الباب؟ شو بده؟ مين هاف؟ بسأل يما عن دار في العمارة، عماله بسأل. هو مين على الباب؟ شو بده؟ مين اللي ران؟ شو فيه؟ شو بده؟ مين اللي ران؟ بدك يعني ولا بدك مين؟ مين اللي ران؟ شو فيه؟ أنت اللي رنيت؟ مين اللي ران يعني؟ يعني مشان الله أنت اللي مين اللي ران؟ يا زلمة افهم يا عمي. مين اللي رن عليكم يا جار؟ شو في؟ خير يا جماعه الخير. انت اللي رنيت. انت اللي رنيت يا اخوي. مين اللي رن عنده؟ انا اللي رن على الجرس يا جماعه الخير. انت رنيت. شو بدك يا عم تيس؟ اسمع انت وياه بدي احكي. اسمع انت وياه. الجماعه رن سال في دار للاجار ولا لا؟ لخمتوني دورتوني. خلص روحوا روحوا. وليش بتسال في شيء؟ ليش في شيء؟ في شيء انت رنيت. انت اللي سالت يا عمي. انا رنيت. الله يجعل ايدي تتقطع مني. رنيت بس هل اذا الشقه اللي فوق الأجار ولا لا يا عمي سؤال؟ طب احنا شو حكينا؟ ما حكيناش شيء. مين على التليفون؟ انا اللي برن. مين اللي رن؟ مين اللي برن؟ مين اللي عمال برن على التليفون؟ انا بشوف. انا بشوف. يلا يا اللي برن. يلا مين اللي برن يا اخي؟ بدنا نرسل عشان افهم. الو الو. شوفوا مين. الو مين؟ ايوه. علي صوتك. شو بده؟ ايوه. وتحامي على التليفون. شو البرن؟ يا جماعة الخير مشان الله دورتوني لخبتوني سطلتوني. مين اللي على التليفون؟ مين بده؟ شو بده؟ انا مش سامع شو بيحكي. اقول لك ها بتعرف ها. مين على التليفون؟ مين اللي راك؟ شو بدك؟ مين خياني بتعرفني؟ لكم بده ياني. قالوا لي بده يجي. جاب سعر. مين اللي جاي؟ ايش؟ مين اللي راح؟ صاحبي. ليش راح؟ مين اللي على مين بيحكي؟ الو مين اللي على التليفون؟ انا جاي. قالوا لي جاي. مين اللي؟ مين معي؟ مين؟ ألو معك؟ مين معي؟ يا عمي مين على التليفون؟ ألو اللي بده يجي؟ مين اللي معك؟ لا ولا طب حاجة مخيفة ترعب يرعب. عشان كذا أنا ما أكل في المطاعم جداً. أخاف يكون الشيف مو ماخذ راتبه. حزين متضايق معاشه مو مكفي. هذا كيف النفسية اللي قاعد يطبخ فيها؟ فكذا شنو الطاقة اللي قاعد يعطيها لي؟ شلون انا اكل من يد انسان حزين ومتضايق وانا ما اعرف وش وضعه؟ فتلاقيني ما اقدر. ذات هي مسؤوليه بالنسبه لي ان اللي ياكل من تحت يدي ادعي له بالخير والصحه والعافيه انه هو يروح لجسده. مين هاي؟ ها؟ مين هاي؟ هاي شمس فنانه كويتيه. بس والله انا عميقة يا اخي. عمري ما فكرت في الحكي اللي حكيته. انت عمرك فكرت في نفسيه الشفات المطابخ اللي بناكل من تحت ايديهم زعلانين متضايقين؟ صرت تتاثر بشوفك بسرعه. والله مزعت قلبي. جرابيني مزعت. عن جد تاثرت كثير يا زلمه. اسمع تفتحش علينا مواجهه. انا مطلق جديد وميكل هوا. نيالك عمرك فكرت في اللي بيذبح الجاجه وبمعط ريشه كيف نفسيته بعد ما ناكلها؟ حريك حريك شكل شمس تبحدي دبل يا زلمة. بعد غاد يا زلمة قاعد بحضني. بلاش يفكرونا من هذولاك. وين غاد يا اخوي؟ يا زلمة غاد اقعد اسكت.
اسكت هذا خليته فاضي، قلنا بلكي تجي واحدة بنظبطها طب نروح. يا ام واحدة بدها تترك كل المطعم وتيجي على اشكالك، ما وجهك زي النيس اللي فاكد اولاده يا زلمة، روح اقعد غادي. ان شاء الله عن وجهك اللي بشوفك تقولي شاروخان بقول. يا زلمة روح غادي. ايه بديش خلطة هاي خليه يفخر. يا زلمة ابعد عنا ابعد عنا. اهلا وسهلا شباب، كيف حالك؟ اهلا اهلا. عمر طهران مدرب سواكة. اهلا وسهلا. داود الخرطوم معلم جبس. اهلا وسهلا، تفضل شو بتحب تتغدى؟ الله يسعدك، انا بدي احط لي واحد مسحب مكلي، وواحد كبده مكليه، وواحد بطاطا مكليه، وواحد تشكيله نخاعات مكليه، وواحد كلوب مكليه. كل هذا بدك تاكله لحالك؟ يا زلمه جعان. انا عامل دايت، اعطيني بالله همبرجر مش لحمه، دجاج مع بطاطا. حاضر. بس بدي اغلبك، الشيف يا ترى كيف نفسيته عندكم؟ عادي. عادي معناته ابصر كيف، ممكن نشوفه؟ حاضر ولي حاضر. عادي يعني يمكن مشطوب. عادي اكلنا هوا. لو كان منيح يمكن، بس عادي هذا شكله بده يجيبه من مطار الملكة عليا. كيف؟ نفسيته ميك لكندرة والله، ما هو قادر يمشي، مبين عليه. هذا شيف ولا دكتور نسائي؟ هذا شكله حلاق. هاي الشيف تبعنا. يعطيك العافية عمي. الله يعطيك العافية، تفضل يا شباب في شيء؟ الله يسعدك، كيف الأوضاع؟ طمنا شو الأخبار؟ كله تمام. بس لحد هالكت ما قبضوناش، مرتي في المستشفى وبناتي في الجامعة وشايفين كيف الظروف، لا أنا عارف أقعد ولا عارف أشتغل، لا هذا ظابطة ولا هذا ظابطة. خلاص إلغينا الأوردر، يعطيك العافية، إحنا بنروح علي درس سواكة. شكرا شكرا عمي. أبدأ مش شيء. خلاص لغينا لغينا لغينا. هذا بسمعش كمان. أمسيته ميت لكندرة مبلش، هذا زي معظم شفرية التاكسيات تطلع معاه ببلشوا كلك. بنتي مريضة ومرتي في المستشفى وابني في الجامعة. سمير عديدك بلاش يفهمونا غلط يا زلمة، روح اقعد غاد، ما هي المحل فاضي. إذا ما خليه فاضي، بلكي زبطت مزة بتقعد معنا. مزة قلت لي. بدها تترك كل المحل الفاضي بتطلع في شكلك يا مصمم. فشرت ولا ولك، وأنا صغير كانوا يحكوا لي رجدي، أنا شبه رجدي أباضة يا معلم. مالك أنت؟ وليش بترجرش في براطمك؟ شو فيه؟ هيك لما ازعل وافرح، عندي مرض البراطيم. براطيم مبين. اهلا وسهلا، تفضل شباب. هلا يعطيك العافية. الله يعافيك. انا بدي واحد دجاج مسحب مكلي. تمام. وواحد كبدة مكلية. تمام. وواحد نخاعات مكلية. نخاعات. وهذا هو. وانا همبرجر اكس لارج، مش مع لحمة، مع دجاج، مع بطاطا، ولاني عامل دايت. بدي اسألك. تمام. شو الشيف موجود؟ موجود. شو أخباره؟ كيف وضعه؟ تعبان والله، مرته توفت الأسبوع الماضي. لا اله الا الله، خلص الغي، انا بديش الغي ولا شيء، الغي افسك افسك خلص بعدين محل شغله.